لماذا أيدت دمشق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؟ لأسباب مختلفة. أولاً، روسيا حليف لسوريا، وروسيا تتعرض لحرب لا أربطها بموضوع توسع حلف شمال الأطلسي كما يعتقد البعض. هذه الحرب لم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى، حرب مستمرة، ودور روسيا هنا أساسي كجزء من التوازن الدولي. فنستطيع أن ننظر لروسيا من زاويتين: زاوية الحليف الذي إذا انتصر في معركة أو إذا أصبح موقعه السياسي على الساحة العالمية أقوى فهذا مربح لنا، ومن زاوية أخرى أن قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود ولو كانت استعادة جزئية. وهذا التوازن الذي ننشده ينعكس بالدرجة الأولى على الدول الصغرى، وسوريا واحدة منها. هذا بالحد الأدنى السبب، من دون الدخول في التفاصيل القانونية الأخرى، ولكن يتحدث بشكل استراتيجي الآن. طيب، المسؤولون الروس يقولون إنها معركة النظام العالمي الجديد. سيادة الرئيس، تعتبرونه المخاض الأخير لعالم متعدد الأقطاب أم أن الطريق لا يزال طويل أمام الهيمنة الأمريكية؟ البعض يتحدث عن هذه الحرب ويضعها في إطار نهاية نظام القطب الواحد الذي يفترض البعض ابتدأ بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. هذا كلام غير دقيق، فيه جزء من الصحة إذا تحدثنا عن موضوع حلفين وارسو وشمال الأطلسي وغياب أحد الأحلاف، إذا تحدثنا بالمعنى السياسي، إذا تحدثنا بأن مجلس الأمن مسيطر عليه من قبل القوى الغربية وبقيادة الولايات المتحدة تحديدا. ولكن الحقيقة أن نظام القطب الواحد ابتدأ بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تجسدت بمؤتمر بريتون وودز الذي جعل الدولار هو قائد العالم من الناحية النقدية. أهم من الجانب العسكري الآن، أو ربما يوازيه بالأهمية لكي لا نبالغ ونقول أهم، هو موضوع النتائج الاقتصادية لهذه الحرب، وفي مقدمتها وضع الدولار. فإذا استمر الدولار حاكم للاقتصاد العالمي بغض النظر عن نتائج الحرب لن يتغير شيء. طيب، على ذكر الدولار الذي يقول كثيرون إن الولايات المتحدة الأمريكية تبتز به العالم ومن يخالفها في الرأي، كيف تراقبون أو تتابعون هذه الحرب الاقتصادية الغربية ضد موسكو؟ وهل تجوز هنا المقارنة مع الحصار الاقتصادي الذي طال سوريا؟ أولا، موضوع الدولار هو ليس ابتزاز وإنما سرقة، لأن التعهد الأمريكي كان بعد الحرب العالمية أن يكون هذا الدولار يعبر عن رصيد من الذهب، وفي بداية السبعينيات أيام نيكسون قررت الولايات المتحدة أن تفصل الدولار عن الذهب، وبالتالي أصبح عبارة عن ورقة ليس لها قيمة، ولكن تتمكن الولايات المتحدة من شراء كل ما تريد من كل العالم بورقة من دون قيمة. هذا سرقة، وهذه السرقة تنطبق على كل العالم. اليوم زادت الولايات المتحدة سعر الفائدة، وبالتالي كل العملات الأخرى انخفضت وتأثرت الدول الأضعف اقتصاديا. نعم، هو وسيلة للحصار، طالما أن الدولار هو عملة عالمية، وطالما أن هذا الدولار يمر عبر البنوك الأمريكية أو ما يسمى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فأنت تحت سلطة هذا الدولار، وبالتالي كل مستقبلك كدولة، كبلد، كشعب، كمجتمع، كاقتصاد هو تحت رحمة أمريكا. طبعا هو جزء من الحصار بكل تأكيد، ومن دون هذا الدولار أمريكا لن تكون دولة عظمى في أي حال من الأحوال.